لم يحتوي قرار رفع رواتب الموظفين بزيادة قدرها 30% الاحتجاجات كما أملت الحكومة، ولم تطفئ قرارات إصلاحاتها غضب الناس، حيث تتواصل الاحتجاجات في عدن والمكلا لليوم الثالث على التوالي تنديداً بارتفاع الأسعار. وبحسب مصادر محلية، أغلق المحتجون عدة شوارع وأضرموا النار في الإطارات مطالبين بإيقاف تدهور العملة وإصلاح الوضع الاقتصادي والمعيشي والتخفيف من معاناتهم. في تعز أيضاً خرج أبناء المدينة في وقفة احتجاجية وسط شارع جمال، داعين الحكومة ودول التحالف إلى التدخل لإيقاف تدهور العملة المحلية، مطالبين بتسوية جميع رواتب المسؤولين والوظائف العليا وتحويلها من الدولار الأمريكي إلى الريال اليمني طبقا للقانون، مؤكدين استمرارهم في التصعيد الشعبي حتى يتم الاستجابة لجميع مطالبهم. نطالب تسوية رواتب المسؤولين في الحكومة الشرعية بتحويلها من الدولار إلى الرواتب بالريال اليمني. نطالب الشرعية بعمل حلول جذرية لارتفاع الأسعار بارتفاع جنوني بصورة يومية. نطالب الآن بعمل حلول ما لم تتطور الأشياء من وقفة احتجاجية ومظاهرات إلى إضراب وإلى عصيان مدني إن شاء الله. وفي لحج وتحديداً في مديريات الحوطة والحبيلين بردفان، صعد المواطنون من مطالبهم ورددوا شعارات تطالب صراحة برحيل التحالف وإسقاط الحكومة، في خطوة يراها مراقبون تعكس حالة السخط الشعبي الذي وصل إليه الناس نتيجة فشل الحكومة ورفضهم للدور المشبوه الذي يلعبه التحالف. توسعت دائرة الاحتجاجات في المناطق المحررة من البلاد وتنوعت بين المظاهرات وإغلاق الطرق والعصيان المدني، يقابلها غياب أي جهد فعال وطارئ حتى اللحظة. فما الذي تملكه الحكومة ومعها تحالف أمام هذه المطالب المشروعة لمواطنين باتوا عاجزين عن تلبية حاجاتهم الأساسية؟